صباح الخير صباح الخير. المهم جاني هذا الكحك هذا من الناس مصريين. الحمد لله والشكر لله يا رب. الحمد لله الحمد لله الشكر لله يا رب. يعني فهذه نعمة من عند الله، أما بنعمة ربك فحدث، لأنه باش تكون جالس لا ليك لا عليك لا بيك لا عليك ويجيك كادو بحال هكذا فهي حاجة زوينة. وحلويات المرة اللي فات جاني الكحك اللي هو كحك هذا المصري، ودابا هذا كحك إلا بغيت ندير فيه سكر إلا مبغيتش لا. فالحمد لله والشكر لله يا رب. شكرا 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 بزاف لكم بزاف لكم صراحة، ناس طيبين. فسبحان الله البارح جاني الزيت والزيتون واليوم حلوة. الحمد لله والشكر لله يا رب. الحمد لله والشكر لله يا رب. هذه الجردة ديالي لحدا الدار حدا الباب، ماشي الكبيرة اللي كيبين لكم حدا الغسالة، لا هذه حدا الباب من الشارع يعني في شانطي. هما صلحوها ومورايا الناس ما نقدرش نصور، تواركا جالسين عيالات ديال ترك. مهم هانتوما شوفوا الطابلات كي جداد، شوفوا الديكور ديالهم كي دايرين. صراحة هادي كتعجبني، مني كنجي متقلة من السوبر مارشي كنجلس كنرتاح مع راسي عاد كنطلع. صراحة روعة والله. وحاطين حاشاكم اللي عنده كلب خصو يكون بهذيك الكردة ديالو واش كيقولوا لها شنو، المهم الحبل. وحاشاكم الا دار الوسخ خصو يدار في البلاستيك بوكس يعني في هذا. وهنا يديني واحد الفكره زوينه ديال الحمام هنايا باش العصافير اللي بغى يولد اللي بغى هذا. انتما كتشوفوا هنايا دير لهم تقيبات فين يدخلوا العصافير والماكلة ديالهم وكل شيء تما. صراحة فكرة في غاية الجمال. بحال اللي وريتكم أنا جالسة بالجريدة ديالي، مشيت تقديت وجيت. المهم الجريدة هادي زويونة، صلحوها هادي شهر كانت سادة، دابا عاد تحلات. بغيت غير نوريكم كيفاش ولات، وريتها لكم ديجا غتشوفوها. المهم بحال قلت لكم ما كنظنش، لا اعتقد ما كنظنش كاين صيف هذا العام، ولكن تفائلوا خير تفائلوا خير تزيدوا. انا متفائلة خير، نسينو نشوف ربي شنو غادي يدير لينا. الحمد لله الحمد لله اللي فزت بهذوك السفر اللي سافرت. الحمد لله يا ويلي يا ويلي. المهم هادشي اللي كاين بغيت غير نقول لكم هادشي. انتما كتشوفوا الريح الشعر الغقري ما عرفت شنو يطيروا فيه كل ما عرفت شنو. المهم تقديت وجيت، كنت نتقدى هكا بكري باش الا خرجت في العشيه ما يكونش عندي شي مسؤوليه، يعني نخرج نتمشى او نتسارى او اي حاجه ولكن ما لهاش تقل. دابا غير البطاطا غير البطاطا عرفتي 5 كيلو. فداك الشيء علاش جيت جلست مرتاح. هادشي علاش جلست مرتاح باش عاد نطلع دابا للدار ان شاء الله باذن الله. او شريت شويه ديال الكفته، واحد 3 كيلو ديال الكفته، ونمشي نصوبهم في الكياس لانه الصيف تيبغي هذيك الكفته مشويه وداك التخربيق. المهم ان شاء الله باذن الله نهضروا من بعد. يا رب يا رب فرجها يا كريم، يا رب يا رب الناس، يا رب كل الناس فرجها علينا يا رب. و زيح عن هذا الوباء والبلاء وهذه الغمه يا كريم، تقهرنا وعينا يا رب. ما نقدروش نصبروا اكثر من هكا الصراحه، ولكن الحمد لله الحمد لله على كل حال يا رب يا كريم. كنهرب التليفون لانه انا جالسه في واحد لاكاج ديال الدراري الصغار، ملي كتكون الشتا كنتخباو فيه.
عاد خرج دابا انا وزميله، انتما غتشوفوا الجاكيطه راها منقطه بالماء، بدات كتنقط علينا وجينا نتخباو هنايا. ما عرفتش واش الصيف، بحال اللي قلت لكم ماشي صيف الله اعلم. زميله راه واخده هذيك الهوس، هذيك الدويره تما صغيره جالسه فيها، وانا التليفون خصني نهرب. المهم دير ليها هكذا الصراحه، لانه خفت على الشتاء اصلا، التليفون تنقط لي عليه الشتاء، نقط لي عليه الشتاء صافي ما غاديش هذا. المهم هذا هو الجو، انا نوريكم في الارض اللي كتصب هي كتصب دابا. هذا هو باش نوريكم على الطبيعه، هذه هي كنسميها لاكاجانا، هاد هاد الدويره هذه صغيره ديال الدراري، وراه الشتاء كتصب. ها انتم تشوفوا هنايا في الارض، ها انتم، ها انتم النقاطي. المهم كاين الشتاء، حنا هربنا، ويلي ويلي والله الا الشتاء. عرفتي واحد العاصفه مدرقين في هاد الديور، عرفتي واحد العاصفه ما نقولكمش عليها وحق الله. بغيت غير نوريكم شو شعوركم نتوما عندكم في المغرب في الصيف، الدول العربيه الصيف، وحنا عندنا الشتاء كتنقط. ها نتوما جاكيتي راه الا شفتوها الا بانت لكم منقطه، وهذه 6 ديال العشيه والشتاء. اللي داز كيشوفنا جالسين في البيوت ديال الدراري الصغار تبدا يشوف فينا، وشنو ندير مغطين عادي. هنا اللي زوين اي حد بغى يدير شي حاجه يديرها ما كاينش مشكله، ولكن الشتاء تليفوني راه جالس كينقط. هادو كيطيحوا في السفر اه، كتسافري ولا كتمشي، باش عندنا شي فيديو شي طالب دابا ديال السفر، بحال دابا الا كانت مسافره في طيارك بعد مرات الرجل كتنفخ، تقدرش تجي حيت التليفون. عطيك ستر هذه في خاطر لي فان تاعك انا نجي. قالت لكم خاطركم انتم، هذا تقشرات كيتلبسوا كيتلبسوا ميديكال كومبريشن ستاكينز، ضغط المهم تيكونوا هكذا كيتلبسوا. الا بغى يسافر الواحد او واحد مسكين ما كيتحركش، الا كان الناس الكبار في السن هذوك اللي ما كيتحركوش، عرفت قلت ليها دابا السفر وكنشرح لهم حاجه اخرى. بحال دابا الوالده ديالي مسكينه انا ما كتمشيش، كي عندها التقاشر هذا انه ناعس على ظهرها دايما. بحال دابا الناس الكبار مساكن اللي ما قادرينش دابا يتمشاو، تيعطيوهم هاد التقاشر هادو صحيين باش الدوره الدمويه كتخدم لهم الدوره الدمويه. كيطلع الدم كيطلع القلب. وبحال دابا جميله بغات تسافر ولا عندها مشكله في الطيران ولا شي حاجه، كتلبس التقاشر هادو باش مت باش تكون اليز. وصفت تساعد شو معك شنو قال لك helps to keep feet dry, cover small infections or blend of soft yarns. مهم شي حاجة اللي هي زوينة، هادشي اللي بغيت نقول لكم. وريت لكم العاصفة اللي احنا فيها، شوف التعكيكة اويلي على التعكيكة والجو. ما نقول لكم الشتاء انا الى لقيت الى هذا غادي نصورها لكم. نهضروا بعد، عمركم واش عمركم شتو حمص كحل؟ انا اول مره كنشوفو صوت كيكيرطا اللي هي بلاك كيكيرطا بالحمص بالانجليزي، ما عرفتهاش زعما بيولوجيسك. هذه اللوبيا اكيد اكيد كتعرفوها، ولكن هذه الحمراء اللي هي المكسيكيه، هذه اللي هي المكسيكيه ريد كيدني بينز، ولكن حمص كحل نو. ها انتم غادي تشوفوا خوه الابيض، ها انتم خوه الابيض، ها هو شتو، ها هو هذا البيض، غير هذا الصوت الكحل غريب صراحه غريب، ما فهمتش. شوفي شوفي هاد المخلوقات الصغيورين، هاد الديكورات هادو، ويتي 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 على غزالين يا سيدي ربي. وهذا واحد تيشيرت رهيب، هذا تيشيرت كتشوفو عادي ولكن والله ما عادي. هذا تيرمو، هاد التيشيرت كتشوفو كتشدو هكا شي شكل
ولكن راه هو كتلبسوه باش كيقاد لكم السلسله ديال الظهر. شفتوا هاد التريكو؟ هذا هو هذا اللي كتشوفوا كيقاد السلسله ديال الظهر او السلسله ديال الظهر. شتي الثمن ديالو 149 كرون. هي ماي باستشر تي شيرت صراحه روعه بالنسبه للرجال وبالنسبه للعيالات. هذه ديال العيالات، ها هو ديال الراجل هذا، وهذا ديال العيالات، ها هما ديال النساء. كفينه يعني المراه، شفتوا؟ وهذا الراجل. المهم دايرين الرجال والنساء زوينين صراحه. هضري تقدري تهضري ماشي مشكل. هادو ديال الطيران، هو الحمد لله عطاونا شي شويه ديال الامل ولا سباق. هادو اللي كننعسو ملي كيكونوا في الطياره كنديروهم على كتافنا باش كننعسو، زوينين صراحه. الثمن ديالهم 30 كرونه. هادو ديال الدراري الصغار حتى هما بيبي، هادو ديال الدراري الصغار. المهم هادشي كله، هادي ديال الشنطه، هادي باش كنسدو الشنطه باش ما كتفرقعش، هادو باش نكتبوا الاسماء ديالنا. المهم امال 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 ثم امال. هذا باش كنوزنو، كتوزن 40 كيلو، هذا تقدر توصل حتى 40 كيلو. كوفيرت فيكت لاجيج سكال سكيل سكيل سكيل. هادو باش تحطوا لي كارت ديالكم، هادي باش كتحطوا كتديروا فيها لي كارت ديالكم د لا بنك. 20 كرونه صراحه ديري رخص، والله العظيم ديري رخص. ولكن هادو روعه. شوفوا 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 كي كتهبط غزالين. هادشي اللي شريت اليوم، شريت هادي شادي ديال الحصانه ديال الشعر. قلت مربانا يتعلم، هو كيعرف ولكن مربانا هادي يتعلم عليها. كان عنده واحده اخرى هير كليبر. المهم ماشي غالي، ماشي غاليه، 50 كرونه رخاله. المهم فيها الاكسسوارز، المهم 10 واط وفيها الويد اكسسوارز. المهم حيت صراحه صراحه كيمشي كيبدا يحسن شعره. 150 كرونه في كل جوج سيمانات بزاف، تقريبا 250 شحال، 150 3500 4500 250 درهم، لا 225 درهم. لا غالي 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 بزاف بزاف بزاف. وانا شريت هذا من ليدل اللي هو دي كريم بالبوم جرانات، وفي هادي شنو سميتها الجوجي بيريز، و شنو كاتبين هنايا فيرمين فيس كير ويد اورجانيك ارغان اويل. المهم بالحبة بالرمان، فيه الرمان وفيه ارغان اويل. هادشي اللي كاين. ورجعنا للدار لانه صراحة كانت الشتا وفزقنا، فرجعنا فحالنا للدار. هادشي اللي كاين.